39 دقيقة وفقرتنا اللحظة هي فقرة وليداتنا، وهذا اللقاء المباشر والجميل والممتع مع الأستاذ جمال سديدي المستشار التربوي والأسري. صباح الخير أستاذي. نور لجهة، لبس عليكم. كيف صبحتي؟ كل بخير الحمد لله وشكر لله. قالوا لي واحد المحاضرة كانت يوم الأحد يوم السبت رائع جدا، والناس جاوا من المغرب كامل باش يحضروا لهذه المحاضرة هذه، وكان صراحة يعني حتى الإفادة والاستفادة للجميع، والناس كانت المداخلات، وكانوا الناس كيهضروا كيطرحوا أسئلة كيستفسروا على أمور حياتهم ووليداتهم. فهنيئا لكم أستاذ جمال سديدي. الله يحفظك، بارك الله فيك، وهنيئا لنا جميعا. هو فعلا هذه المحاضرة أكيد يعني نقفة أنني أولا نشكر الناس اللي جاوا أغلب المدن المغربية، يعني فاس، قنيطرة، الدار البيضاء، يعني خصيصا باش يحضروا المحاضرة اللي لقيت القلب ديالي ما نخفيش عليك، يعني كان مشهد، يعني أنا بالنسبة لي كان هذاك اليوم يوما مشهودا. وفي الختام ديال المحاضرة كل شيء طلع للمنصة، نعم. كل شيء بغي يتصور، كنت حسيت بداك الشيء، حسيت اكثر مني بزاف، نعم. واحد الحب، كان واحد العلاقه، يعني الانسان عمره ما شافك وجاي من اخر المدينه تيتمنى واش انت هو سديدي فعلا، وفي قلبه فينا يا جيهان لصيقه معاه، كانت ناجحه بكل المقاييس، ويعني هذه دفعه لنا اننا نستمروا، وكانت للخير استمرار للخير. استمرار للخير، بغينا مغاربة يكونوا متفوقين وفرحانين. إلا قلت لك أن يعني جو عيالات يعني واحد العمر عتي ومهرسين نفسانيا، مهرسين جسمانيا، يا يعني بالآلات كيتمشاو وجايين يحضروا، وجايين يحضروا وتيشاركوا، كانت تفاعلية، كانت رائعة. شنو نوع الأسئلة اللي طرحات؟ شنو نوع المشاكل والهم اللي هزين المغربيات والمغاربة؟ الهم الكبير هو علاقتهم مع أولادهم، علاقتهم مع أولادهم. حنا أنا الحاجة اللي أكدت عليها في ذاك المحاضرة وباقي تنأكد عليها، ولا لاحظتي أكدنا أنا وياك عليها طيلة هذه السنة، هو الحب والعلاقة الطيبة مع أولادنا، التواصل والحوار، وقبل منهم العلاقة بين الأزواج. الحياة ما تستاهلش ندور ظهري عليك، يعني لا تنسوا الفضل بينكم، العلاقه الطيبه، التشنج، وكل شيء فين باغي يوصل، وحتى ذاك الهم ديال ان التفوق الدراسي هو الهم، ولدي يجي الاول، ولدي يكون سيونس مات، حتى في المجالس ولينا يعني العيالات ولاو تيتباهوا، ولدي سيونس مات، ولدي في المدرسه، يعني ولا بحال التاتيت لولدي، ولدي جاب، يعني ما بقيتيش كتهضر على ولدك، كتهضر عليك انت. شرف لك ان ولدك يكون هو الخصوصيه ديالو. ودابا حتى الامهات يعني كتبرد غديدها وجنونها في الولد منافسه لصاحبتها، حيت ولدها كيقرا احسن منها. هذا هو المشكل الكبير، المنافسه. لذلك طلبت منهم يريحوا نفوسهم. احنا تنبنيو الانسان في يد الله، في يد الله كنبذل المجهود اكيد، لكن نتوكل على الله وما نكلفش الواحد ما لا طاقه له به. وولدي عنده خصوصية وبأعصاب هادئة بهدوء. وركزنا على واحد الحاجة مهمة جدا في المحاضرة وباقي تنركز عليها، هي دير اللي هو ممكن الآن، هاد المستحيل اليوم غادي يولي ممكن غدا. نعم، إذن مهمة جدا أنني الحواج اللي نقدر ندير دابا، مثلا تسألك شنو نقدر ندير، بتسم بتسم وأحب من حولك وقبل منهم نفسك، تهلا فيها وناشط، ربي كيتكفل بالحوايج الاخرين. نعم، ويعني كانت فيها الامال، كان فيها التفاؤل، كان فيها الابتسامه. يعني تصوري واحد الولد نزل طلع للمنصه عنده، نقول لك 6 سنين، ورا الناس اللي دابا كيسمعوا لينا 6 سنين، وقال لي تنحبك 6 سنين طلع للمنصه وقال وولاد اخرين. يعني دابا تصور دابا نحن دايرين الاباء والامهات، وطلعوا دراري اخرين وعطوني ورقه انا محتفظ بها، كتب لي جو تام سديدي. يعني فرحة، ما واش هاد الفرحة اللي عطاوك. وتنشكر الجمعية والابتسامة، وتنشكر كذلك الجمعية اللي استضفتنا، جمعية العمل الاجتماعي والثقافي، الله يجزيها بخير. عيطوا لينا دابا الناس ديال فاس، الناس ديال سلا، ثانوية لالانزها، بغاو حتى هما محاضرات. احنا راه استمرارية موفقة، استمرارية موفقة سي جمال سديدي. اكيد واللي ذكرتي يعني كيفاش ولدي ولا بنتي نحفزوا ونرغبوا في القراية. احنا مقبلين سي جمال سديدي على الامتحانات الجهوية وامتحانات الانتقال،
يعني والوليدات كتلقى كاين واحد القلق وكاين واحد الخوف حتى عند الوليدات نفسانيا في أن الامتحانات جاية فكيفاش يوجد لها فكيفاش الوالدين يتعاملوا لأن الضغط الكبير والدور الكبير كيلعبوه الآباء والأمهات فكيفاش نتعامل مع ولدي في هذه المرحلة هذه. أكيد هذا المشكل اللي قلنا تطرقنا ليه في المحاضرة أن في خلال الأسئلة ديالهم كلهم عندهم هذا الهاجس ديال الدراسة وخصوصا دابا حنا تنعيشوا فترة الامتحانات حنا مقبلين على الامتحانات وتيبدا يبان على وليداتنا ضعف الرغبة للدراسة نعم هاد فين كتولد اصلا الرغبة داخل الأسرة داخل الأسرة داخل الأسرة بصحبة المؤسسة اللي كتكون ناجحة إذن الرغبة كتتولد نعم الداخل الداخل إذن شنو في النواة شنو هي شنو هي ضعف الرغبة ديال الدراسة هي من تيفقد داك الطاقة باش يبذل مجهود ما فيه اللي يتحرك ما كسل الكسل بواحد الشكل كبير إذن المظاهر باش نعرف أنا ولدي ما عندوش الرغبة عنده ضعف الرغبة أولا إما تيجيب نقط متدنية في مادتين أو أكثر إذا كانت مادة وحدة ما كاين مشكل وحتى داك التدني شحال هابط بزاف إذا من جوج مواد أو أكثر تيبان لي راه كاين مشكل كاين مشكل كاين خلل أيه؟ كذلك ملي كيكره يمشي للمدرسة وما تيبغيش يفيق بكري ما تيبغيش يدير الواجبات ديالو كلهم هادو وكيعطل الواجبات ديالو دابا نوض دابا نقرا دابا نراجع صبروا عليا واخا ما عندنا والو غدا تندير هادي عاد ما عندنا والو غدا وتيبدا يدور يخلق الاعذار حتى توصل ملي كتهضر مع تيقول لك فيا النعاس هادو بعض المظاهر كيفاش نتصرفوا او شنو الحوايج العلاج اول حاجه هي الطمانينه الامان والحب والامان والامان نعطي الامان في الدار الامان والحوار داخل الاسره اذا فين غيبدا ما بين الزوج والزوجه هما الاولين خاصهم يخلقوا الامان في بعضياتهم وبيناتهم احنا مرتاحين ما نقارنوش مع الاخرين ما نتوقعوش منهم نتائج كبيره نعم انت ولي ضغط على الولد كذلك في المخيلة ديالو أن وقعت له شي حاجة يعني النتائج ملي كانت سلبية شنو الكادو اللي خدق العقاب اللي داريه الأستاذ أو الآباء وكذلك من بين الحوايج هو أن الأستاذ بعض المرات يتعهد تلامذ ديالو تيقول لهم هانتوما غتشوفوا في الامتحان واش غتقدروا ديروا شي حاجة إحباطات كبيرة كتكون الدنيا كذلك عدم الثقة في النفس استثناءات أستاذ جمال سديدي راه كاينين تبارك الله يعني رجال تعليم أكفاء وعندهم ضمير أكيد أكيد وحنا تنحييهم نعم من هذا المنبر هما راه رساليين رائعين حنا قلنا هذيك واحد استثناءات واحد الاستثناءات اللي ترد بالها حنا محتاجينكم لان الله يكون في عوانهم حتى هما راه الظروف ماشي سهله غير يكون واحد الدعم نفسي ايجابي من جهتهم هما باش يكمل الدور ديال العائله وديال الاباء والامهات اكيد حنا تنقولوا بان بالنسبه للمدرس هو هذوك الاكراهات اللي عايشين فيها يعني انا نقدر نعطي اكراه واحد هو الاكتضاد ماشي سهل على الاستاذ انه يدير هذاك يجيري ويتحكم يتحكم القدرات مختلفه والتلامذ غير متجانسين وكل واحد فين مربي ومع ذلك نقول ليه كلمه واحده دير ولدك تما فقط هذاك التلميذ ولدك واش شنو كيفاش غتصرف معاه نعم ماشي معقوله مثلا نعطيك مثال بحال دابا جوج تلامذ واقفين تيلعبوا في استراحه الراحه ديالهم من حقهم يستمتعوا كيجي استاذ مثلا ديال اللغه العربيه وتيقول لواحد فيهم هذاك الفرد المنزلي اللي عطيتيني هذاك بين قوسين يعني شيفون وتصور دابا استراحه ما عندها حتى علاقه كيفاش هذا غادي نعطيه الثقه في النفس ولا 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 ما راه ما يمكن شيء كذلك القلق ملي كنقربوا الامتحانات التلميذ والعائله كلها تيولي القلق ملي تيكون القلق في واحد المستوى معين مساله صحيه بمعنى ماذا بمعنى انني كنهتم بالدراسه ديالو كنهتم ماشي الدنيا هانيه عندي بالحق ملي كتفوت هذيك القلق تيفوت واحد الحد اللي غنتكلموا عليه ممكن ان شاء الله خلال هذا الاسبوع كيفاش نحيدوا القلق خصنا نتدخلوا كذلك تعلم المهارات الدراسيه يعني تقويه الذاكره والتركيز هادو مهمين جدا عبر او كاين تمارين مثلا اللي تقدر تعاون ولكن هادو التدريب كيتعلموا في المراكز
يعني هذه المهارات مين كاين؟ هل مركز قدام ناسي جمال سديدي هو انت؟ حنا هذا الاسبوع هذا غن يعني تخرج لينا هذه المهارات هذه كيفاش يستافدوا منها هذه الوليدات هذه؟ اكيد ان شاء الله طيله هذا الاسبوع نتكلموا على بزاف ديال وكيفاش نوجدوا الامتحان ونهضروا على الخريطه الذهنيه مره اخرى. كذلك تطلبوا من الاباء تشجيع ويحببوا لوليداتهم القراءه ونديروا برنامج ان شاء الله ممكن نتكلموا عليه اليوم نيت او ان شاء الله طيله هذا الاسبوع. ناخذوا المكالمات الهاتفيه اللي كتسنانا نجات. صباح الخير. الجهان هادي. مرحبا لاله نجات اختي. بارك الله فيك لاله اختيكم. ضيله سعيده باللقاء ديالكم اليوم تواصل معكم انت والسيد الدكتور جمال سديلي. مرحبا مرحبا لاله نجات. كثير شكرا الله يجازيكم بخير. منين نجات اختي؟ لاله من تماره. من تماره مرحبا بك. مرحبا بك اختي تفضلي. الله يجازيكم بخير. عندي واحد جوج الحالات الى ساعني الصدر ديالكم الله يجازيكم بخير. واخا مرحبا. عندي واحد الوليد عنده دابا 23 سنة. ها هو بدا في مرحلة البكالوريا كان هو زعما ذكي بزاف كيقرا مزيان كيجيب دي بون نوت. من يصل البكالوريا بدا فيلاشي شوية القراية وبدا هذا. ومن بعد لقيته شنو كيدير كنلقى لي كلينيكس كنلقى دوك الكاس ديال النفحة في الجيب ديالو كنلقى هذا ولكن ما كنفهمش ما كنعرفش شنو داك الشيء. من بعد عاوتاني كانوا كيجيو عنده شي دراري داكشي ولاد العائله زعما مزيانه محترمه وداكشي كنت كنبغيهم يجيو لعندو كينعسو معاه في الدار كيباتو معاه بعض المرات. ملي كنجي ندخل لبيتو وليت كنلقى لي كلينيكس لقيت واحد البوشيت ديال الكارو وهذا واحد البريكي ديال هذا. منين حطيتو قدام الامر الواقع قلت شنو هذا الشيء وشنو اعترف ليا قال لي انا ماما كنت كندير داكشي ولكن في الاول ماشي دابا ومني كنت باقي صغير وعرفتي عقل الصغور وعرفتي هادي وهذا. الكارو قال لي ماشي ديالي ديال فلان. انا مني قال لي فلان منين جيت تنشوف داك السي داك الولد صاحبه بديت كنقلب فعلا لقيته كيتعاطى المخدرات وداكشي يعني ولد عائله مزيانه والوالدين ديالو ناس واعيين وداكشي. انا تفاجات وتصدمت. المهم هي شنو درتي؟ المهم من هذاك الشيء صافي خلي يعني صدقته. من بعد يعني الشك عرفتي الحس ديال الام. إيه. لقيت هكا بقيت كنراقب بقيت كنسول بقيت كنتابعو كنراقبو كنسول الدراري ديال صحابو داكشي. مؤخرا تقريبا دابا شي عام تقريبا قال لي راه تيكمي وبدا تيكمي ولكن ماشي داك الكميه اللي على بال قال لي راه غير بدا بحال اللي كيترمال داك الكارو يعني بحال اللي واخدو غير بحال لعبه. ايوا منين قلناها له ما بغاش اعترف نهائيا. وقفت انا وباه قدامه قلنا له كدير وقال لك لا ما كنديرش ودابا الحمد لله يعني شد ديبلون ديالو من ورا البكالوريا ودابا خدم حتى زعما خدا واحد الوظيفه وداك الشيء والحمد لله زعما مزيان الحمد لله كلشي كيشكروا بخير. اذا شنو هو المشكل؟ دابا المشكل اللي عندي يعني عندي ذاك الحس يعني انا كنحس بانه باقي تياخذ داك الشيء وباقي تيكمي ولا باقي تيدير شي حاجه يعني انا القلب ديالي ما بغاش يرتاح نهائيا. ما نكذبش عليك يعني كنعيش فواحد الحاله زعما يرثى لها يعني كنعيش فواحد الحاله بحال غتبداني بحال المرحله ديال الاكتئاب يعني درت بالي معاه بزاف. با تيقول لي لا خليه باش هو الاول اختي هو الاول اختي نجات يمكن ياك هو البكر ياك. عندي هو الاول واحد هو الفرحه الاولى. شحال الوليدات وعندي وليد وعندي جوج بناتات. نعم هما المسائل ديالهم عاديه؟ لا الحمد لله عندي غير البنيته الثانيه عندها سيزون دابا 16 عام. عندها 16 عام. المشكل ديالي تايه معاها دابا ما كت يعني ما كاينش واحد التقارب بيني وبينها يعني كتهضر معايا كتضحك معايا وداكشي ولكن ملي كنبغي نخرج ما كتبغيش تخرج معايا كتقول لي نخرج مع صحاباتي مع اللي في السن ديالي. انا تنخاف عليها من داك الخروج ديال البنات ومن اعياد الميلاد. لا ما خاصني نمشي مع صحاباتي خاصني نمشي مع اللي في لا جينيراسيون ديالي ما يمكنش نمشي غير معاك هذه. وكتتعنف ليا في الدار كتدير ليا كتقول لك لا ما نشقاش معاك ما نهزش معاك ما نديرش معاك فهمتي يعني عندي واحد. والبنت الثالثه هي الصغيره ياك اختي؟ البنت الصغيره عندها 12 عام دابا 12 عام غير باش نعرفوا الترتيب باش غير الترتيب ناخذوا في بالنا. الحمد لله عايشه دابا باقيه مزيان الصوره تكمل وصافي اختي نجات. هو الاستاذ جمال سديدي معنا. لاله نجات كي دايره العلاقه ديالك مع الزوج ديالك؟ مع الزوج ديالي؟ مزيانه الحمد لله. مزيانه ما كاين صداع ما كاينش الغوات ما كاينش الصراخ؟ بصراحه كيكون بعض المرات. لان كل شيء هادشي عنده تاثير على داك الانحراف ديال الولد الاولاني ولا حتى هاد البنت دابا اللي بدات كتتصرف علينا دابا المراهقه راه بدات راه حتى الثالثه راه عندك في المراهقه. نعم هذاك السن ديال 16 عام يعني واحد المرحله تنسميوها حنا الاستقلاليه.
يعني إثبات الذات وبأنها ناضجة وبأنها ما محتاجاش لا للنصائح ديالك ولا الالتصاق ديالك. وتيكون بسبب أن العلاقة متوترة، يعني العلاقة ما تبناتش مزيان بينك وبين بنتك، وأكيد حتى بالنسبة لولدك. دابا لالا نجات، نعم، غتقرري اليوم إن شاء الله، إن شاء الله غتقولي مع نفسك غنولي نجات واحدة أخرى، الأم الحنون. تغافلي انا كنحن عليهم بزاف ومصاحبه معاهم تدخل معاهم لكل شيء كنهضر معاهم في جميع المواضيع مازال باهم كاين دي ليميت بيناتهم للطريقه باش كنهضر معاهم. لاحظي دابا لالا نجد مثلا، دابا انت بغيتي تعرفي الولد ديالك اش كيدير ولي نفرضها انت عرفتي يوم من بعد سالت القصه شنو غديري شنو غديري. ولهذا انا دابا عرفت دابا ولدك راه تيتعاطى مزيان، ماشي صعيب، ممكن يرجع المعدن الخالص. ما تخافيش النقي اذا هذاك النقي ما تخافيش، انت الحاجه اللي مهم اللي المجهود اللي غتبدلي هو مزيد من العطاء والثقه فيهم وتقربي تكوني الصوره ديال الام الواضحه. علاش؟ لان النتيجه اللي بغينا يحسوا بالانتماء الاسره ديالك، يعني يحبوك كأم ويحبوا الاب ديالهم. ما تخافيش عليهم نهائيا. إذن حنا غادي نقول بما ان انت خيفان على اولادك بمعنى انك بغيتي لهم الخير، وانا باقي ديما تنكرر هذيك الايه ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يوتيكم خيرا. لالا نجات كذلك مزيان، ولكن تكوني مستمتعه ما تكونيش فيك الخوف، حيدي الخوف. النبي عليه الصلاه والسلام كان صريح في الحديث ديالو، تفاءلوا بالخير تجدوه. تفائلي بالخير لالا نجات وتعاملي مع ولدك بالخصوص عادي جدا، ما تحكرش وبنتك تغافلي على داك الهزان ديال الدين، خلي المبنيين يدوز وتقربي وبدات تنتبهي للحويجات الزوينين فيها بينهم. ما شاء الله عليك تبارك الله عليك وحشتك فقط لالا نجات، بارك الله وما تخافيش. شكرا لك نجات كنتي معنا من تسمع. مرحبا لالا نجات، نتمنى ان شاء الله تكوني سعيده في حياتك انت ووليداتك، وهذا هو المأمول يعني عند كل الامهات. ناديه من ايطاليا، السلام عليكم. مرحبا. وعليكم السلام اختي، لاباس عليك صحتك؟ لاباس بارك الله فيك اختي. الحمد لله، كنشكركم على هذا البرنامج اللي بصراحه شنقول لك درت واحد الاجر كبير، وان شاء الله يكتبكم في الله يثبت الاجر. الله يثبت الاجر اختي ناديه. ناديه حنا كنسلموا على كل الجاليه المغربيه الموجوده في ايطاليا وحتى في يعني خارج الوطن من خلالك اختي ناديه. منسينكم بعدا كاينه الوناسه كاينه تبارك الله ما شاء الله. كنوضوا مع الصباح يعني اول حاجه كنلتجئوا لهذه الاذاعه اللي بصراحه اش نقول لكم من انسانه وكنستافدوا منها بزاف بصراحه. مرحبا باختي ناديه، وشنو المشكل تفضلي اختي؟ راه بغيت نقول لك عندي واحد البنت ديال 14 عام تبارك الله، هي من الاخلاق مزيانه الحمد لله، غير انا بغيت الدكتور الله يجازيه بخير يعطيني بعض الخطوات باش يمكن لي كيفاش نتواصل انا وياه، لان ربما كنقول انا ما كنعرفش كيفاش نتواصل، ربما كنكون نهضر معها بطريقه هي اللي ربما ما كتبغيهاش، فكيكون رد فعلها ربما شويه عنفي فكيجعلني انا شويه بحال كنتقلق. 14 سنه عندها ياك اختي؟ 14 اختي. 14 سنه هي بوحده اللي عندك؟ لا عندي جوج تلميذات اخرين صغر منها. شوفي لالا ناديه، بالنسبه لبنتك تلاحظوا دابا الاغلبيه ديال الاولاد اللي في سن المراهقه فاش كيبدا المشكل كيبان. ناديه ما تخافيش، اولا غادي نركزوا على اربعه الحويجات. الاولى هي الحب. هذا الحب شنو معنيته؟ تحبي بنتك حيت بنتك، ما تقارنيهاش حتى بالاخلاق ديالها ولا النتائج ديالها نهائيا او التصرفات ديالها. حبيها لانها بنتك وخصها تسيق الخبر، بمعنى بقى تقول لها توحشتك الله يحفظك، تحس وتغزلي في الجسم ديالها. تبارك الله انا فرحانه، وانا مني كنت صغيره وقبل ما نتزوج كنت كنتمنى بنتي تكون بهذا الشكل. خصها تسمع هذا الكلام، يعني الحب لذاتها هذه مهمه جدا. مزيان. الحاجه الثانيه هي الانصات، ملي تبغي تهضر معك تصمتي وسكتي، عينيك في عينيها وما تكونش عندك مسبقا انك باغا انت اللي كتفهمي وانت اللي غادي تنصحي وتنتقدي. كندير دكتور هذه المساله ما تنتقديهاش. كنقول انا بعض المرات دكتور سمح لي الانقطاع، كنقول لها غير تصمتي حتى نهضر معك وجاوبيني. كنقول لها ماشي، بعد اصلا كتقول لي ماشي بصح. كنقول لها غير تصمتي حتى نقول لك، ولا ما عجبكش
جاوبيني ربما هي. شوفي لالا ناديه، لالا ناديه راه انت اللي خصك تصنتي، انت اللي خصك تصنتي ماشي هي، حيت واحد القاعده واحد العاده مهمه باش يفهمني الاخر باش تفهمك بنتك خصك حتى تفهميها انت، فهمتي؟ واحد العاده كنسميوها افهم لي افهم. نتصنت انا لينا المعلومات راه ناقصك، ناقصينك المعلومات ديالها ديال بنتك، فهمتي؟ لالا ناديه تصنتي ليها وعينك في عينيها، ما تكوني هازه لا بورطابل لا جريده لا كتصايبي الخضراء، لا بنتي ملي تكون كتصنتي. وحاولي تحاوري معها في جميع المواضيع اللي كتهمها باش نخلق الصداقه. والحاجه الرابعه والاخيره، كوني قدوه مزيانه. شنو يعني تكوني قدوه؟ كوني مهليه في راسك مبتسمه، ما تقلقيش حتى حاجه ما تستاهل تقلقي عليها. ابتسامه شويه شويه دكتور، ما كانش ديك الابتسامه. لا لا تلقيها ابتسمي. الا طلبنا منك اليوم تبتسمي راه بداو تيتقلقوا علينا العيالة، تيقول لنا هو انت كتهضر معنا حنا والراجل في القهوه جالس، لا راه هو ما كيسمع ليناش. بالحق انت الا بقيتي كتبتسمي كيسمعوا لينا تبارك الله، راه يبدا يتواصلوا معنا. الله يجازيك كبيره. واش ربما هادشي مؤخرا ولات هكا؟ لاننا حنا ملي كنا صغار في السن ديالهم كنا كنصنطر والدينا، الولد معنا ما نقدروش نهزوا ايدينا، كنقولوا بان راهم احتراما لها. واش ربما الوقت تغيرت؟ اختلفت. شوفي لالا ناديه، لالا ناديه غير بغيت نعرف هاد المساله. انا انت غتعرفي. كنقول لها دكتور علاش الشيء انا دابا نهضر مع الام ديالي كيفاش كندير وباقي لحد الان وهذا بيا ماما صافي. لا لا ما بقاش بحال هكا. لالا ناديه ما تبقايش تهضري على الماضي. انت شوفي التكنولوجيا تقدمات، جميع العلوم تقدمات، الا التربيه راه خصها تقدم لانه ما تطوروا حتى التربيه ديالنا تطور. وحاجه مهمه جدا انت ما محتفلاش بها وما عطيهاش قيمه هي الاخلاق، قلتي اخلاقها رائعه نحتفل بها الحمد لله. ربما هي مثلا ما كندير شي خطا وهي كتفرحوا ليا ما شاء الله. ربما راه كتقول شي فكره ماشي حتى لي كتقول لي لا ماما ما خاصكيش دير، ربما هي كتصلح لي اخطائي بصراحه. الحمد لله انا كنتجمع معها يعني اولا الناس اللي كتعامل معاهم وداك الشيء تيقول لي ما شاء الله عليها. غير دابا كنقول لك الدكتور غير التواصل اللي عندي اشكال. هو التواصل باش ملي كنتصنت لك الدكتور ملي كنتصنت لك كنقول صافي غادي تجي غندير هكا، بحال ما كيكونش عندي الاستمرار، بحال دغيا كنتراجع بعض المرات. الخاطر ما كاينش. المهم دائما نبقى نحفز راسي نقول انا راه ام عظيمه، انا ام عظيمه تبارك الله عليا 14 سنه وتانا ربي يشوف على اخلاق باش تعطي لراسك طاقه ايجابيه تقدري تستمري معها. دابا انت باش ما تكثريش تغافلي على الاخطاء، تغافلي على الاخطاء ديالها وتصيدي الايجابيه ديالها وبينهم ليها. نعم. ما شاء الله عليك تبارك الله عليك، راه انت غاده في الطريق الصحيح. نعم. ان التربيه ديالها زوينه وما بقيتش تقلقي. يعني كاينه القاعده اللي هي الاخلاق يعني الطيبه مهمة. والاخلاق الراقيه راه عندك، راه عندك لالا ناديه يعني عندك الارضيه. التواصل هو اللي وربما كيعطي بعض المشاكل، كيعطي اشكاليه. التواصل ان لاحظي بان هي راه انت خلقوا لزمان غير زماننا، خلقوا لزمان غير زماننا. الاخلاق كاينه الحمد لله، نتواصل معها بطريقه ايجابيه ما نبقاش نبرك على السلبيات والانتقاد واللوم او نقارنها مع الاخر. فقط دكتور فايجه سيدي خير، مثلا الا قالت لي واحد مثلا شي موضوع ولا بتمشي لشي بلاصه ولا بتاخذ شي حاجه، مثلا انا الداخل ديالي عارفه لانني ام ديالها عارفه، لان اصلا غنبغي لها غير حاجه مزيانه غير كيفاش لا عطاك دكتور اعطيني شي ما عرف اعطيني شي اعطيني شي حاجه باش نقدر نقنعها. واش نقولها لها مباشره ولا نقول لها حتى من بعد؟ أولا كيفاش ندخل كيفاش تقولي لا تقولي لا بطريقه فنيه؟ لا تقنع. انا شوفي هو الحاجه اللي مهمه جدا هو ان ملي كنتحاور مع الاخر واخا يكون ولدي يقدر يكون هو اللي على صواب، ديريها في بالك. وانا كنتحاور راه ماشي انا اللي عندي الحق ابدا في الحوار ديالي، خص هذيك الهضره تكون عندها معنى، ماشي حيت انا ربوني والدي بهذه الطريقه، لا كيكون الاقناع بطريقه تكون رابح. اما ملي كتقولي ليها لا راه ما مقبولاش، كتسد الطريق ديال التواصل. وفي الحوار انا تندير بحق عندها في الدماغ كان يعني شاورهم. شنو يعني تنشاورهم في الامر؟ بمعنى ان الدماغ ديالها مهم وتنتحاور ما تحاوليش تبداي بالاقناع عن قناع، لا يقدر يكون داكشي اللي عندك خطا. لا تنفتحوا الحوار
وما يكون غير خير ان شاء الله. شكرا لك الاستاذ جمال سديدي، احنا معك في هذا الاسبوع هذا، ودائما الموضوع ديالنا هو كيفاش نوجدوا وليداتنا الامتحانات الجهويه وامتحانات الانتقال، وكيفاش نولدوا عندهم الرغبه بإذن والتحفيز الله. عبر مهارات معينه غتعطينا هذا الاسبوع هذا باذن الله. استاذ جمال سديدي شكرا لك، الى اللقاء.